بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في حديث وعبرة نتعلم من مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث الذي يقسم فيه رمضان إلى ثلاثة أقسام، عشر أولى وعشر وسطى وعشر آخرة. يقول بأن العشر الأولى هي عشر الرحمة، أيام الرحمة وليالي الرحمة، والعشر الثانية هي عشر المغفرة، والعشر الثالثة هي العشر العتق من النار. تعلمناها منذ سنوات ونحن ندعو الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار. وفي حقيقة الأمر أن الله سبحانه عز وجل له في كل ليلة عتقاء من النار. نحن اليوم نمتحن في هذا رمضان، بالضبط نمتحن بما يجري في غزة، وبما يجري في فلسطين، وبما يجري في الساحات المسجد الأقصى. يمنع الناس من أن يؤدوا الصلاة في هذا المسجد، ونحن نعلم بأن أعظم ظلم ذكره الله سبحانه عز وجل في محكم التنزيل هو أن يمنع عباد الله مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هل نرجو رحمة الله ونرجو أن يغفر لنا الله ونرجو أن يعتق الله رقابنا من النار ونحن لا نستجيب لإخواننا، لا ندعمهم، لا نطعمهم، لا نسقيهم، لا نأويهم، لا نكون معهم في هذه المحنة وفي هذا الكرب؟ هذا مدعاة للتفكير ومدعاة لكل صائم اليوم أن يجلس مع نفسه هنيهة من الوقت ويرى هل هو مسؤول، هل هو واجب عليه هذه الأمور أم لا. إلى أن نجد الإجابة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.